وحضارة وثقافة. ضمن مشروع يشكل نقلة نوعية في أداء معاهد إعداد المعلمين، يقام معرض التقنيات والوسائل التعليمية الأول في الشمال السوري، والذي تم بعد مرحلة من الإعداد والتجهيز والتفاعل بين الطلاب والمدرسين، ليتم الوصول إلى إنجاز أبرز الوسائل التعليمية التي تحتاجها المدارس وبأفكار حديثة رغم بدائية الإمكانيات. نسعى دائما في معهد إعداد المدرسين لتمكين ولتسليح المعلمين والمربين بأحدث الوسائل والتقنيات لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي في العالم، فقمنا بابتكار مجموعة من الوسائل والتقنيات لتوظيفها في المادة العلمية في الرياضيات وفي اللغة العربية وفي العلوم وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفق الإمكانيات المتوافرة الإمكانيات الموجودة. استخدام الحداثة والتقنية بدا واضحا في معظم هذه الوسائل المعروضة، فهنا مثلا أعد مصطفى وسيلة تمكن طلاب المدرسة من اختبار معلوماتهم في مادة العلوم عبر دارة كهربائية تحوي ضوءا أخضر ينار عند الإجابة الصحيحة وأحمر للإجابة الخاطئة. أنا قدمت لوحة كهربائية عبارة عن اختبار للطالب بعد نهاية الدرس، فيها هي عبارة عن أسلاك كهربائية موصولة على لوحة خشبية، فيها بعض الأسلاك راح تكون مساعدة لنحط بطاقات معينة. أنا بعطي الطلاب البطاقات، الطالب راح يختار البطاقة طبعا للدرس اللي أخده، فهو راح يأخذ هالبطاقة. طبعا أنا محدد أنواع من البطاقات، هو راح يأخذ بطاقة مثلا إذا طلع جواب غلط راح يعطي على البطاقة. أنا محدد لونين، نوعين من الضوء، ضوء أحمر للإجابة الخاطئة وضوء أخضر للإجابة الصحيحة. هي مشاريع تخرج لعدد من الطلاب، لكنها تحمل في طياتها مشاريع تطوير للواقع التعليمي عبر تحويل معاهد إعداد المعلمين إلى مركز لرفد المدارس بالمعلم المؤهل والقادر على تجهيز وسائله التعليمية بيده، وتزويدها أيضا بتقنيات التعليم التي تحتاجها والتي سينجزها بشكل دوري هؤلاء الطلاب كمشاريع تخرج. يشكل هذا المعرض طرحا جديدا في الأفكار التي يحاول من خلالها معهد إعداد المعلمين ليس فقط رفض المدارس بالمعلم بل وبما يحتاجه أيضا من وسائل تعليمية. إبراهيم خطيب، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي.